صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه تعميم بشأن عطلة ذكرى عاشوراء لعام 1440 هجرية. جاء فيه بمناسبة ذكرى عاشوراء لعام 1440 هجرية تعطل وزارات المملكة وإداراتها وهيئاتها ومؤسساتها العامة يومي الأربعاء والخميس الموافقين للتاسع عشر والعشرين من شهر سبتمبر 2018 ميلادية.